نعرف تفاصيل أكثر من دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. أهلا بيك. وإحنا بنتكلم هنا عن 368 مشروعات متناهية الصغر في الفيوم، بنتكلم هنا عن إنتاج أكثر، عن فرص عمل أكثر. حضرتك بتشوف مردود ده إيه على الفرد قبل الاقتصاد كمان؟ يعني يمكن هذه المشروعات واحد من أهم الأمور التي يعني تساعد على تحفيز عملية الطلب، لأنه طبعا بتخلق فرص عمل، وبالتالي يعني لا يمكن أخذها في الاعتبار بأنها تحقق فرص عمل مباشرة فقط، ولكنها أيضا تعزز فرص عمل غير مباشرة، وبالتالي وجود دخل لدى أفراد بهذا الشكل واحد من أهم الأمور التي تعزز وتحفز من عمليات الطلب بالشكل يعني الذي يؤدي إلى وجود سياسة على المستوى المالي، سياسة توسعية الهدف الأساسي منها خلق مزيد من فرص الاستثمار، لأنه قد تكون هذه المشروعات يعني مدخلا لمشروعات أكبر ومشروعات أضخم، وبالتالي يمكن تأثيرها لا يكون فقط على مستوى الأفراد المستفيدين منها بشكل مباشر، ولكن تأثيرها أيضا على أفراد آخرين وعلى مستوى رفاهية أكبر للمحافظة، وبالتالي بتؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية بشكل عام، خاصة لو أخذنا في الاعتبارات توليفة هذه المشروعات التي تتناسب إلى حد كبير مع طبيعة المحافظة نفسها أو طبيعة الإقليم، واللي يعني يمكن لو بصينا ليها أن هي بتتنوع ما بين المشروعات التجارية والخدمية، تربية الماشية وغيرها من المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر التي تأتي في النهاية كلها تحت إطار تلبية الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات أيضا تتسق وإلى حد كبير مع يعني المتطلبات الاقتصادية باعتبارها مشروعات كلها مشروعات صديقة للبيئة، وبالتالي بتحقق فكرة التنمية المستدامة التي يعني تحقق مصالح الجيل الحالي ومصالح الأجيال المستقبلية. نعم. طيب يا دكتور محمود، يعني حضرتك بتتحدث أشرت إلى جانب الدولة أو الاستفادة، خلينا نقول للاقتصاد الخاص بالدولة المصرية، ماذا عن الجانب الآخر؟ لأن هذه أو هذا البرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، هو برنامج بيشمل ليس فقط التمويل وليس فقط المساعدة، ولكن حتى التدريب لمن يرغب أو ينقصه المهارات المختلفة. نعم. كي يقوم بتنفيذ هذه المشاريع، ماذا عن هذا الجانب وتأثيره على الأفراد بل وأسرهم أيضا؟ يمكن هذا هو الفكر الحديث لفكره او لكلمه رياده الاعمال التي يعني بتدعم فكره الاستقلاليه الماليه، وليس تمكين اقتصادي لمجموعه من الافراد والاسر، ولكن ايضا استقلاليه ماليه لهم بالشكل اللي لا يدعمهم فقط من الجانب المالي، ولكن يدعمهم ايضا من الجانب التطبيقي والجانب العملي والجانب الاداري، وبالتالي وكأن الدوله يعني تتبنى تمكين اقتصادي لأفكار ومشروعات بعض الأفراد اللي بتكون أشبه بعملية حاضنة كاملة لهذه الأفكار والمشروعات، لا تستوعب فقط التمويل المالي ولكن تأهيل هؤلاء الأفراد لإدارة هذه المشروعات بشكل أو بآخر، بالشكل اللي بيولد مزيد من الاستثمار، وأن يتحول هذه الاستثمارات من استثمارات صغيرة ومتناهية الصغر إلى استثمارات كبيرة واستثمارات متوسطة، وهو أمر في غاية الأهمية، خصوصا وإحنا عارفين أنه الاقتصادات خصوصا في الدول النامية بتعتمد بشكل ما لا يقل عن نسبة 40% أو تصل إلى 50% أحيانا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. جزيل الشكر لحضرتك دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.